راديو نيل. طيب احنا لسه بنحلي ولسه رمضان بأيامه الحلوة واستعدادات ليلة العيد بتكون مختلفة زي ما قلنا من مرحلة عمرية لمرحلة عمرية، وكل مرحلة بيبقى ليها مذاقها المختلف. وطبعا في كده عادة من عادات الاصحاب ممكن نتجمع ونتفرج على فيلم مثلا، فخليني اقول لك لو ناوي تتفرج على فيلم في العيد كده في سهرة ليلة العيد، خليني اقول لك ان انت لو هتختار فيلم رومانسي ففي دراسة بتقول ان الفيلم الرومانسي هيخليك سعيد وهيخليك خفف اي الم من اي نوع انت بتحسه. فلو انت مضغوط من الشغل خلال الفترة اللي فاتت وبداية اجازة العيد، فانصحك ان انت تتفرج على فيلم رومانسي. اما بقى لو انت بتحب افلام الرعب، فطبعا افلام الرعب بتقوي القلب بحسب الدراسة ما بتقول. طيب لو هتتفرج على فيلم انيميشن او كرتون، فده بيكون ليه تأثير ايجابي على النفس بشكل كبير جدا. تفتكر بقى الافلام الكوميدية بتعمل ايه؟ الافلام الكوميدية بتخسس، والدراسة بتقول ان طبقا ليه يعني عدد كبير من الناس اللي اتفرجت على افلام كوميدية، ان الافلام الكوميدية بتخفف التوتر وبتساعد في تخفيف الشعور بالالم، والضحك كمان بيساعد الجسم على انتاج المسكنات الطبيعية في تخفيف الالام او اعراض الالام، وبتقوي الجهاز المناعي. وكمان الابحاث اظهرت ان الضحك بيزيد الاجسام المضادة في الجسم، وده بيعمل تعزيز للخلايا المناعية، كمان بيعمل تحسين لتدفق الدم وتقليل لضغط الدم، وده كمان بيقي من ارتفاع ضغط الدم والوقاية من المشاكل الصحية اللي يمكن ان هي تكون بتنتج عن الحياة وضغط الحياة. كمان لو انت بتتفرج على فيلم كوميدي، التخلص من الوزن الزائد من الجسم، ودي يعني دراسة اشارت ان الضحك لمدة تقرب من 10 دقايق ل 15 دقيقة بيساعد على حرق 50 سعر حراري. فالناس بقى اللي عايزة تخس، سيبك بقى من دايت ودايت ودايت وجيم، ويلا اتفرج على افلام كوميدية. قولي واحكيلي بتستعد لليلة العيد ازاي؟